دكتور خالد، كيف يرى العالم الوضع الراهن؟ هل من الممكن تغيير الصورة؟ هل من الممكن أن نجلس على طاولة مفاوضات؟ هل الأمريكان مستعدين لطاولة المفاوضات؟ هل لدينا، أنا أعذرني على الأسئلة الكثيرة، وهل لدينا من أدوات الضغط أنه نخلي الأمريكان هم والصهاينة يقعدوا على طاولة التفاوض؟ ليك أستاذي، يعني القعد على طاولة المفاوضات يعني من الصعب جدا حاليا، لأنه اليمين الذي سيطر على السياسة الإسرائيلية هو أصلا غير مستعد للتفاوض، وهو قتل عملية التفاوض منذ اغتيال رابين. وبالمناسبة الشعب الإسرائيلي غير جاهز، وربما حاليا قد يفكر الذين سيأتون بعد اليمين بالتفكير الجدي. بالمقابل يعني نحن لم نكن جاهزين للتفاوض، وبالتالي إذا الشعب الإسرائيلي اختال رابين مرة، نحن اختلنا عرفات مئات المرات. وبالتالي عرفات عندما فشلت بيده كل شيء، والأمريكان تركوا كل يعني مسؤوليتهم أمام هذه القضية وتفضوا فقط للتفاوض مع إيران على ملفها النووي، ونتيجة تعاملهم مع إيران وقدموا لها كل الإمكانيات غض النظر عن الأذرع. وبالتالي هنا جهزت مجموعات لتقول نفس الخطاب، نفس اللقاءات التي طرحت في قمة الخرطوم، وبالتالي استفاد اليمين، استفاد الغرب فعليا من هذه الفوضى.